أريد أن أترك آثراً في هذه الأمة، كيف السبيل إلى ذلك؟ لا شك أن هذه همة عالية، فعليك أن تسعى لتحقيقها بالوسائل الشرعية، بالوسائل الشرعية. والأثر كما يكون بالعلم والعمل يكون بالمال ويكون بالبدن، فأنت إن كنت من أهل العلم فاسعى إلى تحصيل المزيد منه ونفع الناس جاهدا لتترك فيهم الأثر بعد موتك، علم ينتفع به. وإن كنت من أهل المال فابذل المال في وجوه الخير مبتغيا بذلك وجه الله والدار الآخر. وإن كنت ذا بسطة في الجسم وتستطيع أن تنفع غيرك بجسمك فلا تتأخر.